من الميادين هنا ميدان الرياضة. سيطر الهلال على كرة القدم السعودية في السنوات الأخيرة، وكما العادة كانت التوقعات تشير إلى منافسة من الشباب، الاتحاد أو الأهلي أو حتى الفتح مفاجأة النسخة الأخيرة، لكن النصر خطف الأضواء وأعاد شمس البطولات إلى وهجها السابق. وفي حلقة اليوم من ميدان الرياضة، وعاد نصر البطولات. كارينيو معشوق جماهير الشمس. الشرقية تثأر من الغربية على وقع الأرقام القياسية. هل هو أغرب رياضي في الألعاب الأولمبية؟ وأخيرا جاكي أشهر من الحكومة الجديدة في لبنان. لا تنسوا مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال صفحة البرنامج عبر فيسبوك، وننتظر مقترحاتكم عبر البريد الإلكتروني للقسم الرياضي sports@almayadin.net. ولمزيد من الأخبار الرياضية زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.almayadin.net. للحديث عن اقتراب نادي النصر من احراز لقب الدوري السعودي لكره القدم، معنا من العاصمه السعوديه الرياض الاستاذ عبد الله الحرازي الاعلامي الرياضي. مرحبا بك استاذ عبد الله. حياكم الله يا هلا، تحياتي لك وللجمهور المشاهدين. ومعنا ايضا في الاستوديو الزميل الرسام الكاريكاتوري عبد الحليم حمود. مرحبا بك عبد الحليم. تحياتي لك جوزيف، المشاهدين الكرام، ايضا الضيف الكريم من السعوديه. بعد فترة طويلة من الإخفاقات وسنوات عجاف، اقترب النصر السعودي من قطف ثمار نتائجه الرائعة منذ بداية الموسم. مستويات ثابتة، عمل احترافي على المستويين الإداري والفني، وضخ مالي لا محدود في السنوات الخمس الأخيرة. عودة النصر إلى وضعه الطبيعي الهدف الأساسي لإدارة الأمير فيصل بن تركي منذ توليه المهمة عام 2009. يعد النصر ضلعا ثابتا في معادلة الكرة السعودية، بطولاته وإفرازه العديد من نجوم المنتخبات الوطنية جعله يحمل لقب العالمي، فضلا عن قاعدته الجماهيرية الكبيرة في العاصمة الرياض. أبرمت الإدارة صفقات كثيرة، استقطبت الدولي السابق وصاحب الخبرة محمد نور من الاتحاد، ثم الدولي السابق عبد عطيف قبل أن تسجل أكبر صفقة في تاريخ الكرة السعودية، دفعت أكثر من 48 مليون ريال سعودي للتعاقد مع الموهوب يحيى الشهري. النجوم الثلاثة انضموا إلى القائد المخضرم حسين عبد الغني والهداف محمد السهلاوي العائد إلى مستواه. استغل النادي فترة الانتقالات الشتوية لاستبدال الثنائي البرازيلي باستوس وأفرتون، وذهب الخيار إلى العماني عماد الحسني والجزائري مراد دلهوم، وقد انضم إلى البحريني محمد حسين والبرازيلي إيلتون رودريغيز اللذين يقدمان مستويات مميزة. مهد النصر للقب الدوري بتتويجه بلقب كأس ولي العهد مطلع الشهر الحالي، لقبه الأول في المسابقة منذ 40 عاما، جاء ليوقف احتكار غريمه التقليدي الهلال للكأس في الأعوام الستة الماضية. لم يخسر بعد في الدوري، فتصدر بفارق 9 نقاط عن الهلال قبل 4 مراحل على الختام، وقد يتوج الجمعة في أم المعارك مع غريمه التاريخي. عاد المدرب الأرجواياني دانيال كارينيو الثقة للاعبين لا سيما المخضرمين، وأصبح معشوق الجماهير الصفراء. غاب النصر سنوات طويلة لعبت فيها أندية الهلال والشباب والأهلي والاتحاد الدور الأبرز على الساحة السعودية، لكنه سحب البساط من تحت الجميع هذا العام. يكفي النصر أنه كان أول فريق عربي من القارة الآسيوية يشارك في بطولة العالم للأندية عام 2000، بعد أن سبق ذلك بتتويجه بالكأس السوبر الآسيوية، كما صال وجال أواخر الثمانينيات والتسعينيات ونال أكثر من لقب محلي. ارتدى قميصه أبرز لاعبي السعودية وفي مقدمتهم ماجد عبد الله ومحسن الجمعان وفهد الهريفي. تأسس النادي عام 1955 وعرف فترته الذهبية مع الرمز الراحل عبد الرحمن بن سعود بن عبد العزيز. نتيجة اعتزال معظم نجومه في فترات متقاربة وافتقاده الراعي الرسمي، عاش لحظات صعبة في سنوات خلت،
لكن منذ قدوم رئيسه الحالي بدأت الأمور تتحسن تدريجيا. منذ سنوات طويلة لم تضم قائمة المنتخب السعودي أكثر من 3 لاعبين من النصر، سوى في هذا الموسم حيث تشهد وجود 7 لاعبين دفعة واحدة. يمكن اختصار الموسم السعودي الحالي بكلمتين: وعاد النصر. أستاذ عبد الله الحرازي، هل توافق على ما جاء في التقرير أنه يمكن اختصار الموسم السعودي بكلمتين: وعاد النصر؟ بلا شك أن النصر عاد، وأي عودة النصر عاد شمسا مشرقة في سماء الكرة السعودية. وحينما نتحدث عن الكرة السعودية ونحن نتحدث بلا شك سنتحدث عن النصر، أحد أركان هذه اللعبة في المملكة العربية السعودية وأحد الممولين الأساسيين للكرة في المملكة العربية السعودية بما قدمه لها من نجوم عبر العقود الماضية. طب أستاذ عبد الله، لماذا هذا الضجيج حول صدارة النصر؟ يعني كل الناس تتحدث عن هذا الموضوع لدرجة يعني أنه أشهر جملة في الشارع السعودي قد تكون: متصدر لا تكلمني، وأصبحت يعني حديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي في أمور رياضية وغير رياضية حتى. طب النصر طالما هو الفريق العالمي، هو الفريق اللي عنده كل البطولات، طالما النصر هو فريق ماجد عبد الله وفهد الهرافي وكل النجوم السابقين، لماذا يعني كل الناس متفاجئة من صدارة النصر؟ هي نظرا لطول فترة الغياب عن البطولات والمنصات، ان النصر بهذه بالكوكب التي اشرت اليها وغيرهم مثل صالح المطلق، توفيق المقرن، عبد الله عبد ربه، مبروك التركي، سالم مروان، وناصر الجوهر وغيرهم، خالد التركي. هذا النصر هو كان مع النادي الاهلي فريقاء التسعينات الهجريه او السبعينات الميلاديه، هم كانوا اسياد الساحه. النصر غاب فتره من الزمن غياب قسري نظرا لعدم وجود الاليات التي يعتمد عليها، وهم اللاعبين الافذاذ الذين خلفوا ماجد عبد الله في الملاعب السعوديه، وجيل ماجد عبد الله مثل يوسف خميس، فلم يكن لدى النصر تلك النجوم او تلك الاسماء التي القادره على حمل الرايه في الميادين. وعندما غاب النصر بالتالي ترك فراغا في الساحه الرياضيه السعوديه والساحه الكرويه تحديدا. في هذه السنه عاد النصر، وعوده مظفره حقيقي في واقع الامر، عودة قوية منظمة، هي نتاج سنوات 4 من العمل الإداري والفني، وأيضا وأكملها الجمهور في هذا الموسم. طب أستاذ عبد الله، طالما تحدثت عن العمل الإداري في السنوات الماضية، نجاح النصر برأيك يعني من هو صاحب الفضل في هذا النجاح؟ هل هو رئيس النادي سمو الأمير فيصل بن تركي؟ هل هو المدرب الجديد الأوروغوياني كارينيو؟ هل هو محمد السهلاوي الاكتشاف القديم الجديد في الهجوم؟ أم وتواجد القدير حسين عبد الغني؟ أم قدوم محمد نور من نادي الاتحاد؟ برأيك من هو صاحب الفضل الأبرز في النجاح النصراوي هذا الموسم؟ الفضل للمجموعة التي أشرت إليها جميعا، كل واحد منهم له دور، ولكن ربان السفينة وحامل الراية في هذا العمل ورجل التحدي الأكبر هو الأمير فيصل بن تركي. حينما لو ذكرنا اسما غيره لا هضمنا الرجل حقه في هذا المكان أو في هذا المنبر. الأمير فيصل بن تركي أتى بتحدي وبرغبة أكيدة لأن يعيد النصر إلى منصات التتويج قبل 4 سنوات. بذل من المال الشيء الكثير ومن الجهد أيضا والعمل الشيء الكثير، وجد أناسا يساندونه، كان معه نائب الرئيس السابق وأيضا معه نائب الرئيس الحالي، كان هناك سلمان القريني، هناك أيضا أناسا آخرين من أعضاء الشرف المحبين لهذا النادي وقفوا معه، لكن هو كان الرجل الأول الذي دفع المال بسخاء. أشرتم في التقرير إلى الصفقات الكبيرة التي وقعها الأمير فيصل بن تركي لدعم الفريق النصراوي في مسيرته أو في مشوار العودة إلى منصات التتويج.
حينما نتحدث عن أغلى الصفقات في الملاعب السعودية فالنصر يأتي في المقدمة، يحيى الشهري آخرها، وقبلها كان هناك محمد السهلاوي وغيره من اللاعبين. هناك تجديد عقد محمد السهلاوي برقم قياسي أيضا 25 مليون ريال أيضا تجديد. حينما جلب محمد السهلاوي جلب بعقد قياسي وفي إدارة الأمير فيصل بن تركي، وجاء أيضا في هذا الموسم أو بداية هذا الموسم واستقطب يحيى الشهري. القضية ليست قضية يعني هو نحن أحببنا من هذا في هذا السياق الإشارة إلى الصفقات للسخاء المادي الذي والعطاء المادي الذي قدمه الأمير فيصل بن تركي، ولكن القضية لا تتوقف على موضوع الإنفاق. الأمير فيصل بن تركي عمل على إيجاد كوكبة من النجوم داخل فريق النصر تعيد لهذا الفريق الأيام الخوالي والأمجاد الغابرة، فاجتمعت لديه الخبرة المتمثلة في حسين عبد الغني، محمد نور، وأيضا في حيوية الشباب المتمثلة في عبد الله العنزي، إبراهيم غالب، يحيى شاي الشراحيلي، محمد السهلاوي، فهذه موجودة، عوض خميس، كل هذه الأسماء اجتمعت في ظل وجود مدرب مقتدر قادر على أي توظيف المجموعة للعمل الجماعي والأداء الجماعي. ما يتميز به الفريق النصراوي الآن هو الأداء الجماعي، رغم أن لديه لاعبين يملكون من الحلول الفردية الشيء الكثير، ولكن الفريق يسير ضمن استراتيجية العمل الجماعي دون إعطاء أدوار مميزة للاعبين إلا في حالات ضيقة. طيب أستاذ عبدالله، سنلقي نظرة على أحد نجوم الانتصار النصراوي المفترض في هذا الموسم، فقبل أشهر قليلة لم يكن اسم كارينيو مألوفا لدى الجماهير السعودية بصفة عامة وجماهير النصر بصفة خاصة، إلا أنه تحول الآن إلى معشوق الجماهير الصفراء، فمن هو كارينيو؟ تعاقد النصر مع الأوروغوياني دانيال كارينيو منتصف الموسم الماضي خلفا للكولومبي ماتورانا. كان وصوله مجرد مدرب مؤقت يتوقع أن يرحل كالآخرين في نهاية الموسم. من نادي باليستينيو تشيلياني جاء كارينيو إلى النصر بعد مسيرة مقبولة في بلده الأم كلاعب واحترافه لثلاث سنوات في لانس الفرنسي. نجح المدرب المغامر في إكساب الفريق عوامل مهمة أبرزها الصلابة الدفاعية والترابط بين الخطوط واللعب القتالي حتى الصافرة النهائية. بات النصر فريقا آخر لا يعتمد على لاعب ويتأثر بغياب آخر، ولم تعد ترهقه كثرة البطولات وتداخل اللقاءات. لم يحقق أي لقب الموسم الماضي ولم يتأهل بالفريق إلى آسيا، لكن الإدارة منحته فرصة القيادة من بداية الموسم. كفأها بلقب أول في كأس ولي العهد بعد انتظار للكؤوس دام 15 عاما. تحركاته أمام مقاعد البدلاء تلفت الأنظار وتبث الحماس في نفوس لاعبيها. يجوب المساحة المتاحة له أمام مقاعد البدلاء يمينا ويسارا، يصرخ ويشد شعره ويصفق بحرارة، ثم يبتسم صادقا وربما ساخرا في بعض الأحيان. يسخط ويوبخ لاعبيه بشدة أمام الملأ، ولكن ما أن يطلق الحكم صافرته حتى يكون العناق بالأحضان مع من وبخه ليؤكد في تصرفاته أنه يغضب ويصرخ من أجل النصر. لا يعترف بالنجوم والأسماء الكبيرة وإنما بالعطاء داخل المستطيل الأخضر. عوامل أعطت ثمارها، فالفريق يملك حاليا أقوى خطي دفاع وهجوم في الدوري. يرتبط ابن الخمسين عاما بعقد حتى يونيو، وتسعى الإدارة للإبقاء عليه أطول فترة. النتائج التي حققها قدرها النصرويون كثيرا، وتردد أنه قد يصبح المدرب المقبل للمنتخب السعودي. كسر كارينيو قاعدة تقول بأن سياسة تدوير اللاعبين خطأ، ويبدو أنه سيعممها قريبا على لقب الدوري المحلي. أستاذ عبدالله الحرازي، بماذا نجح كارينيو مع نادي النصر وفشل فيه المدربون السابقون للعالمي؟ نجح كارينيو مع النصر لأنه وجد قاعدة أو أرضا صلبة يقف عليها، تمثلت في كوكبة النجوم المتوفرة لديه والتي لم تحصل لأي مدرب من قبل. وجد أيضا لاعبي الخبرة القادرين على فهم
فكره التدريبي والقادرين على إيصالها للمجموعة الشابة وعمل توأمة بين الفريق، وبالتالي أيضا وسخر الأداء المجموعة ككل، سخر أداء الأفراد للأداء الجماعي. لكن كانوا موجودين مع ماتورانا اللي تتحدث عنهم أستاذ عبد الله، كانوا موجودين مع المدرب الكولومبي ماتورانا، هل هو أقدر من ماتورانا؟ لا، هو ما حقيقة ماتورانا لم يكن قادر على 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 قراءة الواقع النصراوي وعلى استثمار هذه المجموعة من اللاعبين. ماتورانا منح الفرصة لنحو موسم كامل أو أكثر ولكنه لم يستطع. ما يتميز به كارينو هو قدرته على قراءة الخصم أولا وتسخير ومعنى استثمار قوة المجموعة لديه واختيار المجموعة المناسبة للمباريات وتوظيف اللاعبين التوظيف الصحيح داخل أرض الملعب. هو لا ينظر إلى 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 المباريات كاسم ولكنه ينظر إلى الخصم كفريق، وبالتالي هو يختار العناصر المناسبة لكل مباراة. فقد تجد محمد نور وهو أحد العقول المدبرة داخل الفريق النصراوي في الوقت الراهن مع حسين عبد الغني ومحمد حسين ومحمد السهلاوي، قد تجده في موجود في مباراة لكن لا تجده في المباراة الثانية، وتجد بدلا عنه عبد العطيف، وعبد العطيف أيضا نحن نعرف جميعا من هو عبد العطيف، أيضا اللاعبين الآخرين، فقد يشرك شائع شراحيلي أو يبقي على 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 خالد الزيلعي، بما معنى أن الرجل أولا يعمل بجدية تامة، هذه نقطة مهمة. الشيء الآخر، الرجل واقعي في تعامله، الرجل حماسي، يعمل أيضا على صناعة مجد تدريبي له وإظهار نفسه كاسم في عالم التدريب. فهذه أعتقد، أضف إلى ذلك أنه وجد إدارة منحته كافة الصلاحيات لأن يعمل وأعطته كل متطلبات النجاح على أرض الواقع. هل سيكون مدرب المنتخب السعودي المقبل كارينيو برأيك؟ أعتقد أنه الكلام عن هذا الموضوع سابق لأوانه، أو أنه من لا أو أن الحديث عن هذا الموضوع أعتقد أنه في غير محله، لأن المنتخب السعودي في الوقت الراهن لا يفكر في مدرب آخر غير لوبيز كارو، بحسب علمي وباطلاعي على 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 الأمور في داخل اتحاد كرة القدم من خلال العلاقات مع المسؤولي الاتحاد السعودي، لا يفكر مطلقا في تغيير المدرب لوبيز كارو. بحال طلب من النصر التخلي عن كارينيو، هل يقبل؟ وأعتقد اسمح لي وأعتقد أنه من الخطأ جدا على أن يرتكب الاتحاد السعودي أن يقدم الاتحاد السعودي على التعاقد مع أي مدرب آخر سواء كان كارينو أو غيره، طالما أن الفريق السعودي سائر بالنجاحات التي تحققت مع لوبيز كارو في المرحلة الماضية، وهو ما لم تتحقق مع أي مدرب طيلة 8 سنوات. طيب أستاذ عبد الله، يعني كارينيو ليس فقط هو صاحب الفضل في الإنجاز النصراوي كما ذكرت، إنما هناك أشخاص آخرين، فقد ساهم حسين عبد الغني بشكل فاعل في إعادة النصر لمنصات التتويج، يعيش ابن 37 أفضل مراحل حياته الكروية، ويقود حاليا المرحلة الانتقالية في النصر بعد أن ترك الأهلي قبل 4 سنوات. حسين عبد الغني لا غنى عنه في تشكيلة المدرب كارينيو، النجم المخضرم يقوم بدور مزدوج، فتقع على عاتقه عملية بناء الهجمات إلى جانب المهام الدفاعية. تعرض لإصابات قوية خلال مشواره الكروي، لكنها لم تنل من عزيمته بفضل إصراره على الاستمرار في الملاعب لأطول فترة ممكنة. يعاب عليه سرعة غضبه داخل الملعب، وكثيرا ما يكون عرضة لنيل البطاقات الملونة بسبب توتره السريع، إلا أنه تنبه لهذا الأمر هذا الموسم. يتميز عبد الغني بمسيرة حافلة، أبرزها مشاركته في 3 بطولات كأس عالم بين 98 و2006، لكن
لكنه اعتزل دوليا بعد ضياع حلم المشاركة في 2010. التحق الظهير المتجدد بنادي الأهلي وعمره 8 أعوام، لكن قصة العشق انتهت بغصة بعد أعوام حولته من جدة المرتمية في أحضان البحر الأحمر إلى سويسرا، حيث قضى موسما ناجحا مع نيوشاتل. بعدها خاض تحدي إحراز لقب الدوري مع النصر. لاعب يزداد مهارة ويتمتع بقدرة هائلة في السيطرة على الكرة بفضل أمين دابو في براعم الأهلي. يصفه البعض بأنه قادر على اصطياد العصافير بالكرة. حقق عبد الغني مع معشوقته الكرة معظم ما يتمناه. لعب في المونديال والألعاب الأولمبية. حمل كأس آسيا إضافة إلى بطولات محلية. وأمنيته في بطولة دوري أصبحت قريبة جدا. وبرغم كل هذا لا يقوى على الوداع لأنه يعشق الكرة. أستاذ عبد الله، يعني عادة في أندية كرة القدم هناك يعني أمر متعارف عليه أنه رأس واحد يكون بفريق هو الخبرة ويقود اللاعبين الباقين. برأيك في نادي النصر يعني بظل تواجد حسين عبد الغني ومحمد نور، من هو الرأس المفكر يعني وقلب الفريق؟ حقيقة النصر لديه 3 رؤوس وليس رأس واحد. حسين عبد الغني، محمد نور، محمد حسين. نعم. يجب ألا نقفل هذا الاسم. هذه العناصر الثلاثة لعبت دورا أساسيا في إيجاد الاستقرار للفريق النصراوي. قبل الاستقرار عملت على أيضا إيجاد الألفة بين المجموعة النصراوية، الألفة التي لم تكن موجودة قبل هذا الموسم بين هذه المجموعة. حينما جاء حسين عبد الغني حاول في الفترة الماضية لكنه كان وحيدا ولم يستطع. جاء في هذا الموسم جاء من يسانده، فهو على أواخر الموسم الماضي حقيقة جاء من يسانده، محمد نور وحسين عبد الغني ومحمد حسين، وبالتالي استطاع هذا الثلاثي أن يعمل على إيجاد علاقة قوية وثيقة بين اللاعبين بعضهم بعض، وبالتالي العلاقة القائمة على روح التحدي وعلى الإصرار وعلى الاحترام المتبادل. نعم. وبالتالي انعكس هذا على أداء الفريق النصراوي وعلى روحه داخل الملعب. حسين عبد الغني لاعب متجدد. نعم. هذا من هو في واقع العمل يعتبر من الفلتات كرة القدم في الملاعب العالمية. حينما نتكلم عن الكاميروني لاعب منتخب الكاميرون السابق، حقيقة لا تحضرني اسمه الآن، في كان نجم الفريق في كأس العالم 90 و94، أيضا القائد الأسبق لمنتخب ألمانيا. فهناك أسماء. نعم. هناك أسماء حقيقة تتجدد مع مرور السنين. أستاذ عبد الله، حسين عبد الغني من هؤلاء اللاعبين. نعم. أستاذ عبد الله، سؤال أخير، هل يزيد من قيمة تتويج نادي النصر أنه سيأتي على حساب غريمه التاريخي الهلال؟ يعني الهلال عندما كان يربح البطولات في المواسم الماضية كان يتوج باللقب، لكن عندما يخسر كان يخسر أمام الاتحاد جدة، أمام الشباب اللي عنده قاعدة جماهيرية أقل بكثير. هل برأيك من الصعب أن يهضم الهلال خسارة لقب أمام غريمه التاريخي النصر؟ بلا شك انه تتويج النصر امام الهلال لها معاني كثيره في البيت النصراوي وفي البيت الهلالي ايضا في البيتين. فوز تتويج النصر امام الهلال تعني عوده جديده وعوده من امام الغريم التقليدي الذي تفوق عليه طيله السنوات او طيله العقد الماضي. كان الهلال كانت كفة الهلال هي الراجحة، كان الهلال هو المتفوق، كان الهلال هو الأفضل. الآن في هذا العام النصر لعب الفريقان مباراتين كسبهم النصر، وبالتالي هو يسعى إلى أن يكسب الجولة الثالثة ويتوج بمعنى أصح أنه أن يحسم الدوري مبكرا قبل نهايته ويتوج من أمام الهلال. حينما يتوج من أمام الهلال فللبطولة طعم آخر عند الجمهور النصراوي. نعم. الجمهور النصراوي الذي كان ظاهرة فنية في الملاعب السعودية لم يسبقه إليها أحد. الجمهور صحيح. الأهلاوي قبل موسمين كان ظاهرة، لكن ما فعله الجمهور النصراوي في هذا الموسم لم يسبقه إليه أحد. صحيح. وربما عبارة متصدر الجماهير الأندية ربما عبارة متصدر لا تكلمني غير متصدر قد تتحول وتصبح بطل ولا تكلمني.
هي أصبحت من كأس ولي العهد، هو يقول لك بطل ومتصدر لا تكلمني. صحيح. القضية ليس هنا، القضية أن الجمهور النصراوي الجمهور النصراوي الآن فرض التحدي على جماهير الأندية الأخرى كالاتحاد كالأهلي كالهلال المنافسين للنصر. شكرا. بما معنى ما الذي سيأتون به أفضل من جمهور النصر؟ شكرا جزيلا أستاذ عبدالله الحرازي، أعلامي رياضي سعودي، كنت معنا من العاصمة السعودية الرياض. إذن بعد أستاذ عبدالله وقبل التوقف مع الفاصل الأول نتوقف مع زميل عبد الحليم حمود. برأيك عبد الحليم، يعني النادي نصر لقب صار كثير قريب له بعد نحو 20 سنة. هو تقريبا نال اللقب أقله كاريكاتيريا، أنا في هذا الكاريكاتير أحاول أن ألعب على مرور أكثر من 20 سنة والفريق النصر لم ينل الكأس. هنا عتاب الأحبة، ابتسامة مع دمعة يقول له عتبان عليك يعني لا تكلمني، نفس اللعب على الكلمة، لكن وقد مر عليه الزمن، هو يحمل عصا بيده، يعني هناك عمر مر، لذلك هذا العتاب الجميل مع طبعا استخدام العبارة الشهيرة. شكرا عبد الحليم. الفصل الأول في حلقة اليوم من ميدان الرياضة، ونتحدث بعد الحديث عن ننتقل بعد الحديث عن مباراة الأول ستار جيم في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. أسبوع كل النجوم في دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين كان يعني محط أنظار كل عشاق كرة السلة. للحديث عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو روبير عماد، خبير كرة السلة. مرحبا بك روبير. أهلا. يعني كان أسبوع مميز وحافل بين الشرقية والغربية، منطقة الشرقية ومنطقة الغربية. هذا تاديشنال، هذا كل سنة بيصير من عمره 62 سنة صار. نعم. منطقة شرقية بتلعب ضد منطقة غربية، وكل فترة بيعدلوا عليها، بحطوا بزيدوا وبيعملوا انترتينمنت جديدة. هالسنة كانت شوي مميزة عن كل السنين. سنشاهد ما حصل في المباراة. الشرقية أقوى من الغربية في نسخة 63 من مباراة كل نجوم أول ستارز التي تجمع سنويا بين نجوم المنطقتين في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة وجه ليبرون جيمس وكيري إيرفينغ رسالة واضحة للغرب عن كيفية تعامل فريق المنطقة الشرقية مع مباراة كل النجوم على ملعب سميث كينغ سنتر في نيو أورلينز. سجل إيرفينغ 31 نقطة و14 تمريرة حاسمة، فاختير أفضل لاعب في المباراة، وأضاف الملك 22 نقطة وسبع تمريرات حاسمة، فيما زرع كارميلو أنتوني ثماني ثلاثيات وهو رقم قياسي، ليضع فريق الشرقية حدا لثلاث هزائم متتالية بفوزه ب 163 نقطة ل 155 في أكبر نتيجة في تاريخ المسابقة. طلب الشرقيون تأخرهم بفارق 18 نقطة بعدما ضرب الثنائي كيفن دورانت وبليك جريفن وسجل كل منهما 38 نقطة. كان الربع الأخير قويا ولم يتخطى الفارق خلاله الأربع نقاط. 318 نقطة مجموع رصيد الفريقين، وهو الأعلى بعد 303 نقاط عام 1987. غاب نجم لوس أنجلوس ليكرز كوبي براينت بسبب الإصابة، وتيم دانكن عملاق سان أنطونيو سبيرز والنجم كيفن غارنات، لينتهي أسبوع كل النجوم على وقع تتويج صانع ألعاب كليفلاند كافاليرز بلقب أفضل لاعب في المباراة الاستعراضية. روبير، يعني ما هي القيمة الفنية لهذه المباراة؟ هي استعراضية والجمهور يشارك بالتصويت، يعني ولكن فنيا يعني ما هي الفائدة منها؟ اول شيء بريك لنص السنه، يعني نحن بنلعب الان بي اي بيلعبوا 82 جيمز، 82 مباراه بيكونوا بفتره سته اشهر. هاي هالفتره كثير قاسيه، بتكون عم بتخللها بريك بنص السنه تقريبا اربع ايام او خمس ايام، اللعيبه كلها بتعمل بترتاح، بنعمل فتره انتقالات كمان. هلا مسموح حدا اذا بده ينتقل من فريق لفريق،
ومثل ما بقولوا هذه نص السنه، يعني هذه سيمستر بيوقفوا بيرجع بالان بي اي في ثلاثه فاز بيلعبوا فيها في ثلاث مراحل. المرحله الاولى اللي لانه بالان بي اي ما بيتمرنوا كثير، 82 مباراه بفرق سته اشهر، هالفتره الطويله اول فتره اول 20 مباراه بتكون فتره تحضيريه للاعبين، خاصه الروكي اللي حتى يتاقلموا مع اللاعبين. بثاني 20 مباراه او 30 مباراه بكون في عندهم اذا بدك الخطط، واذا في شيء لعيبه فال، اذا لعيبه مضروبين، يعني مثل هلا مثل دوين ويد بالميامي هيت مروح حاله عم بيعملوا ادجستمنت على اللعبه. بالفتره الثالثه اللي هي اذا بدك اخر 15 ل 20 جيمز، هي الفتره اذا بدك التحضير للبلاي اوفز، الفرق اللي هي قويه بتكون عم بتحضر حالها للبلاي اوفز. سو هن بيعملوا بريك، بيعملوا بتعمل ويكند جمعه سبت احد استعراض كلي، يعني انترتينمنت. مثلا ليبرون جيمس بيعمل شاريتي، بيروح بيقدم ملعب لحدا من الاولاد، كل واحد يعني بيروح بي 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 وبيرتاحوا كليا، يعني ما في شيء، ما في تفنس، ما في ارهاق، ما في شيء، في تسليه، وهي جدا للتسليه وللمرح. وكل سنه بيختاروا بولايه معينه من الفرق الان بي اي حتى بتنعمل لها انترتينمنت، وهي مربحه جدا. يعني طب بموضوع اختيار النجوم، يعني الجمهور يختار النجوم بحيث اول التصويت. خمسه، هل هذا عادل برايك؟ يعني الاختيار برايك يمكن ان يكون ظالم لبعض النجوم الذين لا يتم اختيارهم في التشكيله الاساسيه؟ في فوتينج، نعم، بالان بي اي في فوتينج، اول ستارتر، اول خمسه ستارتر الشعب بيختارون، ببلشوا بالستارت بالفوتينج قبل بشهر تقريبا. كيفن دورانت في الغربيه كان الاول هذه السنه، ولبرون جيمس في الشرقيه كان الاول. بيعملوا فوتينج على كانوا قبل يعملوا على كل بوزيشننج، نعم، على كل يعني مركز، صانع العاب، جناح، لاعب ارتكاز. السنه اذا ملاحظين بالايست ما كان في شو اسمه، لانه كانوا ثلاثه جاردز اربعه بين فورورد، يعني ما كان في سنتر حقيقي. دوايت هاورد اللي كان يلعب بالمنطقه الشرقيه انتقل للمنطقه الغربيه سنه الماضيه، لعب بالليكرز وهلا عم يلعب بهيوستن روكيتس. سو ما كان في سنتر حقيقي، السنتر الحقيقي كان بالبنش. هيدا الرولز، والسبعه الباقيه المدربين بيختاروهم، اكيد بيختاروا الستاتستكس تبعولهم، قديش الانفلونس تبعولته على الجيم، قديش الطاقه تبعولهم، يعني كل واحد شو بيأثر. مش هيك بتلاحظ انه تيم دانكن مثلا بطل عم بيطلع على الاوستار لانه كبر بالعمر وبطل افيشنت. في بالوست هلا السنه كثير غنيه، رجعنا شفنا ديريك نوفيتسكي بعد ما فتره كمان قشط مستواه، السنه رجعنا شفناه فات على الاوستار لانه لعيب كثير كبير وعم بيقدر عم بيعمل افريج تقريبا 18 او 20 نقطة. وطبعا لابد من ذكر انه كوبي براينت غاب عن المباراه بسبب اصابه، منصاب. هلا كوبي طلع بالفوتين كمان، صحيح، بس بما انه تعرض لاصابه عمل السنه الماضيه اكيل تندن، غاب موسم تقريبا كل الصيفيه كلها سوا. اول ما قلع السنه كمان عمل طبيعي، بتخيل عم تلعب انت 82 مباراه بعصر لك 17 او 18 سنه نون ستوب بضغط هالقد قاسي، طبيعي جدا. واصبح في نهايه مسيرته ايضا كوبي براينت. لكن روبير يجب ذكر انه في القوانين تغيرت كثيرا هذه السنه، خصوصا بجائزه افضل كره ساحقه او سلام دانك في اسبوع كل النجوم، فمن كان اول المتوجين في النظام الجديد؟ سنشاهد في هذه اللقطات، يعني عاده الكرات الساحقه او سلام دانك تكون محط انظار الجميع. لاول مره تم اعتماد مواجهه بين المنطقتين الشرقيه والغربيه في مسابقه سلام دانك، فتم توزيع المسابقه الى قسمين، الاولى حره فري ستايل مدة 90 ثانية يسحق فيها كل فريق عددا غير محدود من الكرات، وفي الثانية يتواجه ثلاثة لاعبين من كل منطقة في معركة مزدوجة. ففاز من المنطقة الشرقية جون وول لاعب واشنطن ويزردز على بن ماكلمور من ساكرامنتو كينجز، وبول جورج نجم انديانا بيسرز على هاريسون بارنز من جولدن ستيت ووريورز، وتيرنس روس حامل اللقب ولاعب تورونتو رابترز على داميان ليلرد من بورتلاند تريل بليزرز. لجنة الحكام كانت لافتة ايضا لانها تالفت من العمالقة السابقين دومينيك ويلكنز، ماجيك جونسون وجوليوس إيرفينغ، فمنحت أفضلية للمنطقة الشرقية، وتم اختيار كرة جون وول الأجمل في السهرة، إذ يعني التقط الكرة من فوق الماسكوت أو تعويذة نادي واشنطن وسحقها داخل السلة لتبدأ احتفالاته مع زميله في المنطقة الشرقية بول جورج. وول روبير ذكر أنه الكرة الساحقة اللي جعلت من منطقة الشرقية تفوز أرسلها له أحد الأشخاص على يوتيوب، وقال له أنه هي أحد 27
20 سلام دانك لم يتم استخدامه في تاريخ المسابقة، وبالفعل اعتمد وساهم في فوز المنطقة الشرقية. هل برأيك السلام دانكس في هذا الموسم كانت كرات ساحقة جميلة أم يعني كانت عادية ومتوسطة؟ أنا بتابع سلام دانك من الـ 83. نعم. 83 بتابع. صراحة عم بيجربوا يعملوا شيء، يعني عم بيجربوا حتى 3 بوينتس كمان، جربوا يعملوا، خلقوا ريجوليشن جديدة. يعني بدك تشوف. أنا بفضل السيستم القديم أحلى، لأنه في بوينتس بتستحق ال 50 بوينت، يعني بس تاخذ ال 50 كانت العالم كلها، الجمهور كانوا كمان، الجوري كمان كانوا عم بيكونوا كلهم دومينيك ودكتور جاي ومايكل جول. يعني انا بشوفها احسن قبل. هلا عم خلقوا فريقين ايست وويست يعملوا كومبيتيشن بين بعضهم، واحسن من احسن من كل واحد يعمل. يعني جون وول ما كان بيستحق 50 على هذه الكره؟ بلا، انا ما قلت ما بيستحق اكيد، بس انا الطبعه القديمه انا بفضلها احسن. يعني كل واحد بده يعمل دانك يقدر يحصل بوينتس لحتى ينتقل على سكند راوند. طيب لماذا تغيرت القوانين يعني؟ يمكن بالان بي اي كله بطلع منه مصاري، كلها تسويق، كلها بزنس يعني. نعم. صراحه كلها ماركتينج. عم بيجربوا يعملوا لانه بفتره من فترات قشطت هون، عم تشوف الصوره على 3 دي يعني. نعم. هذا اليوم صار في شيء جديد 3 دي، بلشوا فيها دغري انه عم بفرجوك الصوره، صاروا من 3 ميلات. امريكا يعني خاصه الان بي اي عالم كتير كبير. يعني انا اختبرته لايف كمان. لا. غير شيء يعني، قد ما حدا حكي عن الباسكت، بس تروح لهونيك وتشوف قديش الباسكت بول عندهم بتلاقي انه. طيب بالاضافه للكرات الساحقه سلام دانك، مسابقه الثلاثيات مميزه، فهم كنصوا الدوري ثلاثيات من خارج القوس، منحت اللقب لقادم من القاره العجوز الايطالي ماركو بيلينيلي، يدق 24 كره بعيده المدى. سنشاهد بعض لقطات الكرات الثلاثيه، فبدات المعركه بين لاعبي المنطقه الغربيه. 19 نقطه من بيلينيلي لاعب سان انطونيو سبيرز، منحته الافضليه بفارق نقطه عن داميان ليلارد وثلاث نقاط عن كيفن لوف ستيفن كوري. أما في الغربية فكان فارق كبيرا بين برادلي بيل لاعب واشنطن ساحب 21 نقطة، وكايري إيرفينغ حامل اللقب الذي أسقط 17 كرة، وآرون أفالو وجورج جونسون الذي كان بطيئا جدا في التسديد. وفي المواجهة الحاسمة بين بيلينيلي وبيل تعادلت الأرقام قبل أن يحسم بيلينيلي المواجهة، وبالتالي يكون عنده 24 نقطة. كانت صحيح رقم قياسي روبير، لكن بيلينيلي تحدث أنه فقد أعصابه لدرجة أنه تسدد لأول مرة ثلاث كرات إير بول خلال تسديد الثري بوينتس. إيه، لأنه صار في كومبيتيشن، عملوا تاي جيم، بعدين جددوا. يعني صراحة بحكيك انه بهالنسخة كمان مش عاطلي، بس انا حاضر النسخة الـ 86 87 88 لاري بيرد. يعني لا. بتشوف عملاق من تاريخ اللعبة انه بشوط شوطة قبل ما توصل للطابة بيرفع اصبعه انه فاتي اكيد بيربح لقب. انه هيدي اكيد شيء مهم، بس انه انا بفضل اللي كنا نشوفه قبل كان عم بيكون احسن، يعني بيكون اجمل. بعدين اكيد الشوترز هلا صار نفس المسافه ونفس كل شيء، بس بتشوف لاري بيرد عم يربح ثلاثه كونسيكتيف ورا بعضهم متتاليين، وفي وحده قد ما كان في طف كانوا كثير ايكوال مع حدا، مع اليس بعدين ذكر رفع اصبعه قبل ما توصل الطابعه على البانيه، انه شوف قد كان في ثقه. نعم. اليوم بتشوف لاعبين الباسكت بول تغير، فيزيكلي تغير، بس تكنيكلي بعده مثل ما هو. فيزيكلي بتشوف صار اجسام اقوى، بتشوف بس التكنيك اللي كان قديما كان بعده عايش لهلا. يعني بتشوف مايكل جوردن، بتشوف دكتور جاي، بتشوف هالحقبة الطويلة اللي هن خلقوا الاول ستار. يعني اليوم الان بي اي كان بفتره في كثير جمود، طلع لاري بيرد وماجيك جونسون. نعم. علوا مستواه، بعدين مايكل جوردن، بعدين اجوا ستارز. سؤال اخير روبير، هل برايك هذا المشهد الاستعراضي الجميل في الولايات المتحده يمكن ان يطبق في المنطقه العربيه بمباراه كل النجوم؟ أكيد. بين دول شمال افريقيا العربيه، الدول العربيه في منطقه اسيا، ويكون هناك حدث استعراضي جميل وعظيم؟ أكيد. بين كل النجوم. اكيد، اصلا بالاسيا. نعم. على طول بيعملوا اوستار. الدوري الصيني دوري كثير كبير. ماذا تحتاج هذه المظاهرة العربية كي تحصل؟ بدها تنظيم، بدك تتفق العالم من بعضها. من هو القادر على تنظيم هذا هكذا حدث؟ حيلا شخص وايزلي، يعني حدا يقدر عنده طاقة. يعني بدك تقدر تجمع، يعني بفترة من فترات ببيروت عملناها. في لبنان انعملت كذا سنة، السنة الماضية انعملت على هامش، بس إذا أيام نحن كنا نلعب فيها عملت مرتين ثلاثة. نعم. وكانت كان عمل سلام دانك كومبيتيشن، عمل ايست. نعم. ويست
مش ايست ويست، يعني عمل فريقين انقسموا لبيروت و صحيح بيروت وخارج بيروت، وخارج بيروت انعمل تو تيمز. صحيح انه بتنعمل هلا اكيد على صعيد عربي احسن واحسن، بس انه بدك حدا يقدر ينظم هيك شغله، وبدها شويه تنظيم يعني مانجمنت ويكون كله تمام. بس ننتقل الى زميل عبد الحليم حمود لكي نرى ماذا يعني ظهر من ريشته في موضوع كره السله. عبد الحليم، طالما هو جانب استعراضي لكن طبعا فيه الغربله، لذلك بكل بساطه العم سام هو رمز امريكا، وهو يعني الاب الروحي لكل الشمال وللجنوب وللشرق وللغرب، لذلك يقوم بعمليه الغربله، والجيد هو الذي يبقى في الغربال وربما العكس هو الصحيح. شكرا للعم سام، او شكرا عبد الحليم عفوا. وننتقل الى الفصل الثاني في هذه الحلقه، ولكن قبل ان نتشكرك روبير عماد لتواجدك معنا في حلقه اليوم من ميدان الرياضه. ميرسي لك. مشاهدينا، ميدان الرياضة يتواصل معكم للحديث عن قضية جاكي شمعون المتزلجة اللبنانية التي أثارت قضيتها نشر صور جريئة لها بلبلة في الشارع اللبناني. لحظات ونتابع. يتشارك لبنان والمغرب التمثيل العربي الفقير في أولمبياد سوتشي الروسي للألعاب الشتوية. وحدها جاكي شمعون نجحت في خطف الأنظار وخلق جدل كبير لا حول ميدالية أحرزت أو علم رفرف فوق المنصات. قبل أسبوع لم تكن غالبية اللبنانيين تعلم من هي جاكي، لكن اليوم تغير الواقع وأصبحت على كل شفة ولسان. فماذا حصل مع هذه المتزلجة الشابة، وكيف سبقت شهرتها الحكومة الجديدة؟ الرياضة في لبنان ليست أولوية، فبرغم تمثيلها لبنان في ألعاب فانكوفر الأولمبية 2010 بقيت جاكي شمعون مجهولة حتى أسبوعين قبل مشاركتها الثانية في سوتشي. رزنامة صور نمساوية تضم متزلجات من كل أنحاء العالم شاركت فيها قبل نحو 3 سنوات في منتجع فاريا بقيت خارج التداول. نشر فيديو الإعداد في موقع قناة محلية، فظهرت لقطات لم تكن مدرجة اصلا ضمن الرزنامة. بتأسف كتير وبزعل كتير، وبقول انه كيف هالعالم صاير كله شر بشر، وكيف كل هالعالم ما بيريد الخير لغيره، وكيف كل الواحد بيصير يسوي سمعة غيره، وكيف كل واحد ما بقى عنده حب، ما بقى عنده غير انه هالشرق اللي بده ينزل الناس الناجحين. وليش الغرب بيطلع الناس اللي هن يعني اللي اوقات ما بيطلع منهم بتلاقيهم بيطلعون، هون بتلاقي حدا طالع بدهم ينزلوه بالقوه. احدثت الصور الجريئه بلبله دفعت وزير الرياضه السابق فيصل كرامي الى طلب اجراء تحقيقات لعدم الاضرار بسمعه لبنان. جارته اللجنه الاولمبيه فرفضت واستنكرت تصرفات المتزلجه البالغه 22 سنه، لكنها لم تتجرأ على ايقافها. الاتحاد لبناني للتزلج بدأ بعض الاستفسارات حتى ما نقول تحقيقات لسبب معين، انه هذا الموضوع بهم الاتحاد اللبناني للتزلج. اثنين، اللي انا طرحته ولا ازال اصر عليه، لماذا في هذا التوقيت؟ اذا شغلي قديمه ليش طرحناها هلا؟ سارعت اللاعبة التي تعيش في سويسرا إلى الاعتذار لأن لبنان بلد محافظ والصور لا تعكس ثقافته، موضحة أن الصور الأساسية ليست المتداولة. موجة تضامن رهيبة مع شمعون اندلعت في وجه الوزير، اللجنة الأولمبية ومنتقدو الفتاة، فلامس عدد معجبيها على الفيسبوك 80,000 مع دعوات للتعري من أجل جاكي. ستريب فور جاكي غزت مواقع التواصل. دفاع عن الحريات من جهة وعن جسد المرأة من جهة أخرى، فانقسمت الآراء بين مدافع عن شمعون يرى أن لها الحرية في القيام بما تريد بجسدها، ومدين لها لكون لبنان بلدا محافظا. إذا بنقول نحن بدنا نشجع على الشيء اللي عملته، هيدا شيء غلط أكيد، لأنه بالنهاية في اسم لبنان بالدق، ونحن بدنا ننقل صورة حضارية دائما عن لبنان. شيء عادي، شيء طبيعي، ما في مشكلة يعني. ما وقفت على جاكي، السياسيين اللي عم يعملوه افظع من جاك، عادي بنت حره باقيه، وعلى اساس نحن بنحب الحريه، ما بلد الحريه ما لنا عليها. تجرعت بطلة لبنان في التعرج معنويات المدافعين عنها، فقالت انها غير نادمة على التقاط صور لها، وانه لم يكن يجدر بها الاعتذار لانها لم ترتكب اي خطأ.
قضايا لبنانية كثيرة تبرز إلى الواجهة وسرعان ما تنطفئ. فهل ستبقى جاكي حديث الشارع لفترة طويلة أم ينساها اللبنانيون لدى اكتشاف أي خبرية جديدة؟ صحيح أن المتزلج المكسيكي أوبرتوس فون هون ليهوي لم يحرز أي لقب في الأولمبياد الشتوي، لكنه قد يكون أغرب رياضي مشارك في الألعاب. فمن هو وما علاقته باللبنانية جاكي شمعون؟ هوبرتوس هو المكسيكي الوحيد في ألعاب سوتشي مثل بلاده 6 مرات في الألعاب. ابن 55 أمير ألماني، جده القيصر فرانسيس الثاني كان آخر أباطرة الأمبراطورية الرومانية المقدسة. يتقن هوبرتوس 5 لغات وهو وريث ثروة من السيارات. أصبح في سوتشي الثاني أكبر رياضي يشارك في الألعاب في ثياب المارياتشي التقليدية. لكن كيف وصل متحدر من سلالة إمبراطور النمسا إلى تمثيل المكسيك في الأولمبياد؟ فكر هوبرتوس بتمثيل ليتشنشتاين لأنه يحمل جواز سفرها. والدته إيطالية وأصوله ألمانية، لكنه أقام في إسبانيا وقرر في النهاية تمثيل المكسيك، حيث أبصر النور عندما كان والده يعمل في شركة فولكسفاجن. طور مهاراته في التزلج عندما كان طالبا في النمسا. عام 1981 أسس اتحاد المكسيكي للتزلج المؤلف من لاعب واحد، ومنذ ذلك الوقت حمل ألوانه بمفرده في الألعاب الشتوية. في سراييفو عام 84 كانت أولى المشاركات، حل في المركز 38 في الانحدار. لا يكتفي هوبرتوس بالتزلج، ومن هواياته الغناء والموسيقى، فأصدر 8 ألبومات حتى الآن. نظم الأمير عدة معارض تصوير. أسلوبه الفني يتجلى أيضا بمسيرته الرياضية، ليس فقط بالطريقة التي يقطع فيها المنحدرات بل بأزيائه الغريبة. في سوتشي اختار المارياتشي، وقبلها في فانكوفر عام 2010 اعتمد البانديدوز مع مسدسات وحمالات وهمية. إحدى مواهبه كلفت لبنان بلبلة بغنى عنها. أنتج قبل 2 سنين رزنامة تضمنت صورا جريئة لترويج رياضة التزلج، شاركت فيها جاكي شمعون ممثلة لبنان في ألعاب سوتشي، وكشف عن شريط إعدادها أثناء استعداداتها لسباق التعرج. شارك في كأس العالم 15 مرة، وهو رقم قياسي، ويريد الاستمرار في تمثيل دول غريبة عن الألعاب الشتوية كي لا تنقرض مشاركتها في المستقبل. نتمنى أداء جيد لشمعون وللمشاركين العرب الآخرين في أولمبياد سوتشي الشتوي. والزميل عبد الحليم حمود، بما أنه اختصاصي بالتصوير أيضا، يمكن الكاميرا مكبرة أكثر، وهذا انحياز كبير للمصورين عبد الحليم. يعني هذه الكاميرا هي كاميرا بينوكيو، كما نعرف بينوكيو كان كلما كذب أكثر كان يتم يعني يطول أنفه، فهون الكاميرا هي التي التقطت ما لا يجب أن يلتقط وخارج السياق الرسمي، فكان أن التقطت صور يعني أثارت بلبلة لم يتفق عليها. ولذلك أيضا في التقرير يعني قالت جاكي أن الكذب يكثر في هذا العالم والنفاق، وأين المحبة؟ لذلك بينوكيو هذه المرة من خلال العدسة الكاذبة قام بفبركة الكثير من التفاصيل غير المدرجة ضمن الرزنامة الرسمية. هل صورت عبد الحليم مرة صور أخذت أثارت بلبلة؟ حصل بعض الأحيان. أنا أسكن في مكان الشرفة تطلع على بعض الأحداث، فلذلك تلتقط باباراتزي على ضمن حجمي. سنكمل هذا الحديث عبد الحليم لكن بعد نهاية الحلقة. مشاهدينا الكرام، وصل ميدان الرياضة لنهايته. شكرا وإلى اللقاء.